ألا تحبون أن يحبكم الله؟ ألا نحب ذلك؟ أن يحبنا الله، أن يحبنا الله تبارك وتعالى؟ والله نتمنى ذلك، نسأل الله أن يجعلنا ممن يحب سبحانه وتعالى. والله يحب حبا يليق به جل وعلا، وهي صفة فعلية لله جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل في كل ركعة يقرأ سورة الإخلاص، قال اسألوه لماذا يفعل ذلك، فسألوه قال هي صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله أحبه، أحبه الله لحبه لصفة الله تبارك وتعالى.